أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل البيوت المصرية والعربية مليانة رحمة ومحبة وخير دايما. ودايما شهر رمضان مرتبط بأجواء كده كلها لمة للعيلة وكلها رحمات طول الوقت جوه البيت وبره البيت. الشوارع تبقى مليانة محبة والناس بتبقى قاعدة مستنية الأيام المباركة دي من سنة للسنة، كلنا بنبقى مستنيينها وكلنا بنتجمع كمان جوه بيوتنا قدام شاشات التلفزيون وعلى القهاوي. ناس تبقى قاعدة في مصر وفي الوطن العربي مستنية المسلسلات المصرية ومستنية البرامج اللي بتطلع، لأنه دايما شهر رمضان مميز جدا على الشاشات المصرية بكل ما يقدم من يعني النجوم الكبار والشباب اللي بقى زي الورد اللي بقى بيعمل يعني أعمال درامية وسينمائية طول الوقت بتكون قادرة إنها تنافس النجوم الكبار. الحقيقة المرة دي كمان احنا عندنا باقة من ألمع النجوم بمجموعة كبيرة جدا من المسلسلات، سواء المسلسلات ال 30 حلقة أو ال 15 حلقة، في وجبة درامية دسمة في رمضان 2024 تقدر بإذن الله إنها تدخل البهجة على كل البيوت المصرية اللي دايما الدراما بتكون جزء كبير، بتقدر انها تصنع جزء كبير من البهجة والمحبة دي جوه كل البيوت. دلوقتي معانا على التليفون الفنانة منال سلامة، نتكلم معاها عن مسلسلها صيد العقارب في رمضان 2024. كل سنة وحضرتك بخير، رمضان كريم، وكل سنة وانت طيبة، يوم المرأة العالمي، وألف مبروك مسلسل صيد العقارب. ميرسي، ده مناسبات حلوه قوي كلها، يعني الاهلي يكسب ويوم المراه العالمي وصيد العقارب، يعني ما شاء الله، يعني هاتريك مناسبات. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكي وعلى كل الساده المشاهدين. يعني لو تكلمينا عن المسلسل ومشاركه حضرتك في رمضان 2024 وتكلمينا عن صيد العقارب. بصي، انا بقالي فتره لم اشارك في رمضان، يعني عدد من السنين لا باس به، يعني حتى اخر عملين كانوا خارج السباق الرمضاني. فلما تعرض علي صيد العقارب للمخرج احمد حسن، انا سبق وقدمت اخر عمل معاه كان مسلسل الاصلي، وكان دور كنت حباه جدا ومسلسل كنت حباه والكاست وكل العناصر العمل حقيقه. فلما بعت لي استاذ احمد الحقيقه انا وافقت من التريتمنت، من المعالجه الاولى يعني. والحقيقه هم في البدايه قالوا لي الدور احنا عايزينك معانا، الدور مش هنقول عليه ممتد طول الحلقات، لكن احنا محتاجينك فيه، محتاجين ممثله للدور ده. فثقتهم الكبيره دي اسعدتني جدا، وتمام قريت خط الشخصيه. المسلسل كله فكرته حلوه قوي، الصراع اللي بيعجب الناس. مش عايزه اتكلم عن دراما المسلسل علشان ما احرقش الاحداث، هي صراعات عائليه مستمره ما بين العوائل داخل المسلسل. بالظبط كده، ببساطه شديده، وانا عنصر من عناصر احدى العائلات دي، وبيبقى ليها موقف نتيجه انها بتتاثر بحدث ما. التريك عجبتني، وبناء عليه قابلت الدور، لان الكاست حلو قوي، الاخراج زي ما قلت للاستاذ احمد حسن انا اتعاملت معاه قبل كده وواثق فيه وبحب اللوكيشن بتاعه. المؤلف باهر ديويدار انا ما اتعاملتش معاه قبل كده حقيقه، وسابقه اعماله اعمال ممتازه جدا، وشركه الانتاج اول مره اتعامل معاها. فشويه عوامل كده خلتني اقبل اشتغل في المسلسل، وكمان رمضان وحشني، وجودي في رمضان وحشني طبعا. يا رب اكون خفيفه عليكم. بالتاكيد، يعني انا بحب يعني حضرتك بشكل شخصي، وبالتاكيد ده الناس كلها زي ما انت كان وحشك وجودك في رمضان، الناس كمان كان وحشها وجودك في رمضان. والدراما في رمضان بيبقى ليها طعم تاني يعني، وخصوصا مع ظروف الحياه الصعبه الناس بتبقى مستنيه الدراما تخفف عنها، لانه بتخش كل البيوت والناس كلها بتتجمع وتتفرج. والمسلسل كاست العمل ما شاء الله كبير، ومستنيين منه يعني في رمضان انه الناس يعجبها المسلسل، فوجود حضرتك في رمضان زي ما بيسعدك يسعد الجميع. ميرسي، اشكرك شكرا جزيلا، ويا رب تتبسطوا بالمسلسل. اعتقد انكم هتتبسطوا، الساده المشاهدين هيتبسطوا رغم الزخم اللي موجود وعدد المسلسلات، بس اتمنى صيد العقارب يبقى له حيز من المشاهده يعني كبير. ببارك لحضرتك على المسلسل. الفنانه منال سلامه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا شكرا.